اليوم في صدد تنفيذ فعالية يوغا خاصة برجال الإسعاف. هم أكثر رجال بيواجهوا أو هم من الرجال اللي بيواجهوا، طبعا كلنا بنواجه صعوبات، ولكن هم من الدرجة الأولى، والطاقة السلبية هم اللي بيمتصوها لهم يشعرون بالأمان. احنا اخترنا فعالية اليوغا اليوم بصادف يوم اليوغا العالمي. طبعا اخترنا فئة ضباط الإسعاف لأنه هم من أكثر الفئات اللي تضررت بالحرب الأخيرة. هذا بترك أثار نفسية سيئة أو سلبية على نفسياتهم، فمهم جدا أنه احنا نعزز عندهم الطاقة الإيجابية من خلال ممارسة رياضة اليوغا. اليوم يعني هذا النشاط يعني شاطئ اليوغا لضباط الإسعاف اللي هو للترفيه عن النفس والراحة النفسية بعد الضغط النفسي وبعد الحرب.